بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إن شئت يا رب العالمين تجعل الصعب سهلا. إن شاء الله نحل تمارين متنوعة على الوحدة الأولى للصف الأول الإعدادي، فصل دراسي أو تمارين متنوعة على الوحدة الأولى كتاب المعهد أو كتاب المدرسة. هو المعهد، هو نفس الكتاب. ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة، وضع خطأ أمام العبارة الخاطئة. كل عدد صحيح هو عدد نسبي، طبعا كل الأعداد الصحيحة هي أعداد نسبية. كل عدد نسبي له معكوس ضربي، ها كل الأعداد النسبية لها معكوس ضربي ما عدا مين؟ الصفر. بالعبارة خطأ، لأن مش الصفر ملوش معكوس ضربي، لأن ما ينفعش أقسم على صفر على واحد، ما ينفعش تكتبه واحد على صفر، ما ينفعش القسمة على صفر. المعكوس الضربي للعدد النسبي عدد صحيح، المعكوس الضربي للعدد النسبي دايما بيكون عدد صحيح. طيب أقول لك، لو خد 3 على 4 عدد نسبي، معكوس الضربي 4 على 3 ده معكوسه، هل ده صحيح؟ يبقى العبارة خطأ، مش كل الأعداد النسبية معكوساتها الضربية أعداد صحيحة. طيب الصفر عدد نسبي؟ الصفر هو عدد نسبي، الصفر عدد نسبي ومعكوس وما يبقاش نسبي. الأعداد النسبية 12 على 16، 15 على 20، 3 على 4 تمثل بنقطة واحدة على خط الأعداد. نشوف 3 على 4 نقسم دي على 4 هتدي 3، نقسم دي على 4 هتدي 4، نقسم دي على 5 هتدي 3، نقسم دي على 5 هتدي 4، يبقى كلها فعلا تمثل بنقطة واحدة. 2 وخمس معكوس ضربي للعدد النسبي 5 وربع، نشوف 2 في 5 ب10، 10 و1 11 على 5، يبقى أصلا كان 11 على 5، يبقى معكوس الضرب المفروض يبقى 5 على 11. طيب نشوف دي 4 في 5 ب20، 21 على 4، طب دي معكوسها الضرب يبقى مين؟ 4 على 21، هل دي هي دي؟ طبعا لا، بالعبارة دي خطأ. 3 على س زائد 3 هو المعكوس الجمعي للعدد النسبي 3 على 3 ناقص س، أيوة هو نفسه. ليه؟ لأن أنا لو أخدت، لو ضربت ده في سالب، مش ده هو معكوس الضربي 3 على س ناقص 3 معكوس الضرب هضرب في سالب، هضرب المقام في سالب، هيساوي 3 على سالب في س بسالب س، سالب في موجب سالب في سالب بموجب 3، يبقى 3 على 3 ناقص س هو المعكوس الجمعي للعدد السابق. 2 على 7 زائد 3 على 5 معكوس ضربي للعدد النسبي 35 على 31، نعمل ايه الاول؟ نجمع، هناخد مقام مشترك 35، على 7 في 5 في 2 ب10، على 5 في 7 في 3 ب21، بدي بتساوي 31 على 35، ده أصل المقدار ده، المقدار ده هو بيساوي ده، معكوسه الضربي يبقى معكوسه الضربي بيساوي 35 على 31، أيوة العبارة صح. علشان أنا أحل لازم، عشان أقول صح ولا غلط لازم أحل. إذا كانت س زائد 2 على س بتساوي 5 زائد 2 على 5، شوف أهو س حط 5، س حط 5، يبقى س بتساوي ايه؟ 5. إذا كان 5 أ بتساوي 45، فإن باء أ بتساوي 1، فإن 5 أ بتساوي كام؟ 45، وباء أ بتساوي 1، يبقى باء بكام؟ نشوف أ هنا بكام الأول؟ نقسم على 5 فالواحد على 5 فالتسعة، يبقى أ لما هقسم هتديني 9. طيب الألف بتسعة، أنا عايز أضرب حاجة في تسعة تديني 1، أي برافو عليك، اللي هو المعكوس الضربي للتسعة هيديني 1. طب مين اللي أنا ضرب؟ مش الألف هي التسعة، يبقى الباء بإيه؟ بواحد على 9.
إذا كان هو بيقول حوط، يلا حوط أدي الخمسة وأدي الواحد على تسعة. إذا كان س على ص بتساوي 2 على 3، فإن 3 س على 2 ص بتساوي كام؟ أيوة س على ص بتساوي كام؟ 2 على 3. مش دي س على ص، يبقى أكتب التلاتة على 2 زي ما هي، في هي س على ص، س على ص بإيه؟ باتنين على 3. دي مع دي في الواحد، دي مع دي في الواحد هتساوي كام؟ 1. إذا كان 3 س، 3 على 7 س بتساوي 42، فإن 5 على 7 س بتساوي كام؟ شفت بقى، دي 3 على 7 س بتساوي 42، فإن 5 على 7 س بتساوي كام؟ لو احنا قسمنا على التلاتة، أو ممكن ترى أخرى نقول إن س بتساوي 42، وأضرب في المعكوس الضرب لي 3 على 7 عشان أشيلها من هنا تتنقل هنا تبقى 7 على 3. على التلاتة فالواحد، على التلاتة فالواحد، 12 على التلاتة فالأربعة، يبقى 7 في 14، دي اللي هي مين؟ س. يبقى إذا 5 س، 5 على 7 س، اللي هي أضرب في س بقى س اللي يبقى إيه؟ 14 في 7 بتساوي، شيل السبعة مع السبعة بقى 5 في 14، 4 في 5 ب 20، 1 في 5 و2 6، تاني 5 في 14، 5 في 4 ب 20، 1 في 5 و2 7 تدي 70. أكمل بنفس التسلسل، شوف 5 وربع، 4 ونص ناقص قد إيه؟ 3 أرباع، ربع ونص اللي هو من 5، يبقى ناقص 3 أرباع، شيل النص وواحد من الربع يبقى 3، 3 أرباع، شيل 3 أرباع بقى 3، يبقى ناقص 3 أرباع في كل مرة، شيل من 3 أرباع 3 يبقى 2 وربع، شيل الربع وشيل نص من الاتنين يبقى 1 ونص. شيل 3 أرباع، شيل النص وربع يبقى 3 أرباع، يبقى كده شغلنا مظبوط. 8 وناقص 4 و2، دي عمل ايه؟ شوف بدل ما الإشارة تغيرت، يبقى هو ضرب في إشارة، ضرب في ايه؟ في إشارة. طب ال 8 ضربها في قد ايه؟ تبقى 4، ضربها في نص، يبقى هو بيضرب في نص بالسالب. تضرب الاتنين في سالب نص تديك ايه؟ سالب 1. اضرب الواحد في سالب نص هتديك نص، اضرب النص في سالب نص تديك سالب ربع، اضرب سالب في سالب بموجب، ربع في نص بتمن، يبقى كده كلامنا مظبوط. طب اذا كانت س بتساوي سالب تلت، ص بتساوي تلت تلات ارباع، و ع بتساوي سالب تلاتة، اوجد القيمة العددية لكل مما يأتي. عندي اربع مقادير اهمت، هنجيب القيمة العددية. بنعمل ايه؟ بنشيل كل رمز واحط ما يساوي، السين بيساوي سالب تلت اضربها في ص بتلاتة على اربعة، اضربها في سالب تلاتة، سالب في سالب بيديك موجب، تلت مع التلاتة فالواحد، يبقى احنا ده سالب في موجب بسالب سالب بموجب، يبقى باقي تلاتة على اربعة بتساوي، تانية بقى سين بسالب تلت في ص 3 على 4 زائد ص 3 على 4 في ع بسالب 3 بتساوي سالب ده مع ده سالب 1 على 4، سالب موجب بسالب، 3 في 3 9 على 4 بتساوي سالب 4، 1 و 9 10. سين زائد سين في صاد، سين بسالب تلت في صاد 3 على 4، مزعلش نفسك هنخليها كده، في على عين سالب 3 لما نخرج، دي مع دي في الواحد، سالب 1 في 3 بسالب 1 على 1 في 4 ب 4 على، نقلبها بقى الضرب، في 1 على سالب 3 بتساوي سالب في سالب أو سالب على سالب موجب، واحد في واحد بواحد، تلات في أربعة باتناشر. تانية نراجع دي تاني، تلاتة سين سين سالب تلت ص تلاتة على أربعة
سالب في موجب سالب، على 3 في 1 يبقى باقي ربع على سالب 3، سالب على سالب 3 تتقلب تبقى في 1 على سالب 3 بتساوي سالب في سالب في موجب سالب في سالب أو سالب على سالب تدي موجب 1 في 1، 3 في 4 ب 12. س على ص، س بتلت على ص، س بسالب تلت، ص بتلات أرباع، ده ناقص ص تلات أرباع على ع سالب تلاتة بتساوي سالب في بقى بسالب تلت في 4 على 3 سالب، سالب على موجب سالب في السالب دي تبقى موجب 3 ارباع في 1 على 3، تروح التلت وهي التلت هنا بتساوي 4، 1 في 4 ب 4، 3 في 3 ب 9، زائد 1 في 1 ب 1 على 4، بتساوي 4 على 9 زائد 1 على 4 36، 36 على 9 فال 4 ف 4 ب 16، 1 9 ب 9، 6 و 9 25 على 36. وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.